لم يكن في الإسلام نكاح متعة ولم ينزل في جوازها قرآن. مادة المتعة قد نزلت في آيات كثيرة لمعان أصلها واحد. 1- متعة التسريح بإحسان. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. ومتعهن وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والمتعة بهذا المعنى واجبة على الرجال لا تسقط بحال. 2- متعة الحج يسميها الفقهاء المتعة، وقد ذكرها القرآن الكريم بالتمتع، وهو الاعتمار زمن الأمن قبل أشهر الحج. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقيمة الهدي على حسب إرشاد القرآن الكريم طعام 10 أيام قياما للناس رزقا لأهل الحرم. والمعنى الثالث للتمتع هو الانتفاع بطيبات الرزق ولذائذ الحياة. قد نزل في آيات كثيرة باسم المتاع ومن باب التفعل والتفعيل والاستفعال. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فتمتعوا في داركم 3 أيام. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. قل متاع الدنيا قليل. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ومن عجيب إعجاز القرآن الكريم في البيان أن المتاع وباب التفعل والتفعيل منه قد جاء في القرآن لانتفاع مؤقت ذكرت غايته أو لم تذكر، ولم يجيء الاستمتاع في القرآن إلا في الانتفاع الدائم الذي لم ينقطع إلا بانقطاع حياة الدنيا. والغالب في استفعال القرآن هو المبالغة مثل الإجابة والاستجابة والإخراج والاستخراج ومثل الإقامة والاستقامة. أما متعة النكاح ونكاح المتعة فلم ينزل قرآن فيها وفيه. ولبيان هذا المعنى الجليل عقدت هذا الباب دفعا لما شاع في كتب الشيعة أن قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن نزل في نكاح المتعة، وقد تقدم في الصفحة 31 من هذه الرسالة وفي الصفحة 10 من رسالة نظام التقويم شيء من البيان. وتمهيدا للبيان أقدم ما قالته كتب الشيعة في تحقيق نكاح المتعة ومتعة النكاح. 1- نكاح بأجر مسمى مؤقت بأجل مسمى، والأجر شرط في عقد المتعة خاصة يبطل بفواته العقد بلا خلاف، والأجل شرط في عقد المتعة إجماعا، إن سمي الأجل فمتعة ولو لم يذكر الأجل إن عقد دائما. لا تكون إلا بهذين: 1- بأجل معلوم مسمى. 2- بأجر معلوم مسمى. 2- قيل للصادق ما أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال كف من بر حفنة من شعير. 3- والأحوط أن يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة، يقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، على أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا يوما بكذا أجر على أن عليك العدة. 4- ليس في المتعة إشهاد ولا إعلان. تزوج متعة بغير شهود فلا بأس به، لأن الشهود في النكاح لأجل المواريث فقط. 5- إن شرط أنها ترث ورثت، وإن لم يشترط فليس لها ولا له ميراث. ولا حاجة إلى اشتراط أنها لا ترث، لأن من شروط المتعة أن لا يكون بينهما توارث. 6- أما الأجل فإنه يشترط عليها ما شاء بعد أن يكون أياما أو شهورا أو سنين معلومة. 7- إذا شرط دفعة أو دفعتين يصرف وجهه منها عند الفراغ ولا ينظر. 8- ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما. 9- لا طلاق في المتعة، ينقضي العقد بانقضاء المدة. 10- ولا إحصان بالمتعة. 11- عدة المتعة حيضتان في من تحيض و45 يوما في من لا تحيض. 12- المتمتع بها إذا مات عنها زوجها عدتها عدة الوفاة عند النكاح الدائم 4 أشهر و10. 13- أراد أن يتمتع بامرأة فليس عليه أن يفتش عنها بل يصدقها في قولها.
عن رجل قلت للصادق إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا، ثم فتشت عن ذلك فوجدت أن لها زوجا. قال الصادق ولم فتشت؟ عن الصادق قيل له إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له إن لها زوجا فسألها فقال ولم سألها؟ عن محمد بن عبد الله الأشعري قلت للرضا الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، قال ما عليه، أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ 2/187 ثاني التهذيب. أعطاها شيئا من مهر المتعة ثم تبين أن لها زوجا، كان لها عندما أخذت بما استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه. 2/189 التهذيب. أعطاها المهر ثم خلاها قبل أن يدخل بها، يجب عليها أن ترد النصف مما أخذت منه. تزوج جارية متعة فجعلته في حل من صداقها، يجوز أن يدخل بها من غير أن يعطيها شيئا. سافح ذات بعل أو المعتدة أو عقد على المعتدة حرمت عليه أبدا. 2/251. 14. لا حد لعدد المتعة. 2/188 التهذيب. لا بأس أن يتمتع الرجل متعة ما شاء من العدد لأنها بمنزلة الإماء، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على أكثر من 4. سئل الصادق عن المتعة أهي من 4؟ فقال لا، ولا من 70. تحل لك من المتعة ما شئت، وقال تزوج منهن 1000 فإنهن من المستأجرات، هي مستأجرة لا تطلق ولا ترث، وعدتها 45 يوما. 15. والمتعة لا تحل للزوج الأول، لا يحل إلا النكاح الدائم. 16. للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها وليس لأحد من أوليائها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا. 17. قلت للصادق جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، أفعل ذلك؟ قال نعم، واتقي موضع الفرج، وإن رضيت هي بذلك فإنه عار على الأبكار. 18. قلت للصادق إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر، قال ليس هذا عليك، وإنما عليك أن تصدقها في نفسها. 19. محمد بن الفضل قال سألت عن أبي الحسن عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ قال يتزوج الفاجرة متعة ويحصنها به، ليس عليه من إثمها شيء، واختلاط الماء بعد أن قال الشارع الولد للفراش وللعاهر الحجر غير قادح. 20. في التهذيب والكافي محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمر بن خالد عن زياد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب أنه قال حرم النبي يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، وهذه الرواية وردت مورد التقية، ودين الأئمة إباحة المتعة. 21. في الكافي والتهذيب سألنا الباقر عن المتعة، فقال الباقر أحلها الله في كتابه وسنة نبيه، نزلت في القرآن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فهي حلال إلى يوم القيامة. فقيل له يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر؟ فقال وإن كان فعل. فقيل فإنا نعيذك بالله من ذلك، أن تحل شيئا حرمه عمر. فقال الباقر أنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله، هلما ألاعنك أن القول ما قال النبي وأن الباطل ما قاله صاحبك. فأقبل عبد الله الليثي وقال أن يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ فأعرض الباقر حين ذكر نساءه وبنات عمه. 22. قال الصادق المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله، وكان الصادق يبالغ في المتعة ويعدها قربة وركنا من الإيمان، وكان يقول ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ومن لم يستحل متعتنا، والشيعة تحب المتعة تقربا إلى الله وإرغاما لعمر، وكان الباقر يفرح بذلك.
روى الفقيه أن المؤمن لا يكمل إيمانه حتى يتمتع، وللمتوتع ثواب لا يحصيه إلا الله إذا أراد بالتمتع وجه الله، وخلافا على من أنكرها. تروي كتب الشيعة: ولما أسري بالنبي إلى السماء قال: لحقني جبريل فقال: يا محمد، إن الله يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء من أمتك، وما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون مجتنبيها. 23. قال الصادق: إني لأكره أن يخرج الرجل من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله لم يقضها. فقلت: وهل تمتع النبي؟ فقال: نعم. وقرأ: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. تقول كتب الشيعة: إن النكاح درجات على حسب قدرة الرجال، فأحل الله للرجال من 1 إلى 4 على حسب القدرة، ومن لم يكن له قوة على 1 يتزوج ملك اليمين، ومن لم يقدر على ذلك أيضا فقد أحل الله له المتعة بأيسر ما يقدر عليه من المهر من غير لزوم نفقة، أغنى الله كل فريق بما أعطاهم من القوة. يروي الوافي في 12/15 عن الصادق أنه قال: ما أظن رجلا يزداد في هذا الأمر، أي في التشيع ومعرفة الإمام، خيرا إلا ازداد حبا للنساء. تقول الشيعة: تفتخر إن حلية المتعة وزينة التمتع شعار لأهل البيت وشارة لبيت النبوة. كل هذه بلاغة الشيعة، دين الشيعة، أدب الشيعة، وكلها من الشيعة، ليس من الإسلام ولا من كتابه ولا من شرعه ولا من أدبه في شيء. واحتراما لأهل البيت وإجلالا لشرف البيت أقول ولا أرتاب: إن الإمام وبيت الإمام من كل هذه بريء. وإذا افتلينا كتب الشيعة واشتلينا مالها في حيلة المتعة فلا علينا إن اقتفينا اجتهاد أئمة المذاهب واقتدينا به، ثم اكتفينا بنوره واهتدينا به إلى هدي الله في كتابه. روى الإمام مالك والزهري عن أئمة أهل البيت عن علي أمير المؤمنين أن النبي نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة. روى الإمام الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن الحسن عن أبيه الباقر محمد بن علي عن علي بن أبي طالب أن النبي حرم نكاح المتعة يوم خيبر. روى محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب أن منادي رسول الله نادى يوم خيبر: ألا إن الله ورسول الله ينهيانكم عن المتعة. والإمام الطحاوي في معاني الآثار يروي بسند ثابت أن عليا قال لابن عباس: إنك رجل تائه، ألم تعلم أن رسول الله قد نهى عن متعة النساء؟ وروي عن عبد الله بن عمر: والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله قد حرمها يوم خيبر. وقد روت كتب الشيعة بالسند عن زيد بن زين العابدين علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب أن النبي حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. والشيعة لا تنكر هذه الرواية وإن قالت إنها وردت مورد التقية، ودعوى التقية بعد ثبوت الرواية هراء وهواء، وهي طعن على دين الإمام. وقد أجمعت الشيعة على أن عمر نهى عن متعة النساء على ملأ من الصحابة والإمام علي، وشيعته عنده وسيفه بيده حاضر، ولم ينكر ذلك على عمر منكر، فهذا إجماع على ثبوت النهي وعلى ثبوت النسخ. والمجلس كان مجلس استشارة ولم يكن أحد يسكت فيه خوفا أو وهما، ولم يكن من دأب علي أن يسكت في مثل هذه الساعة على مثل هذه المسألة. وفي السكوت هدم لحكم جليل من أحكام الدين هو شعار له وشارة. ودعوى التقية بعد كل هذه شأن ذليل متهور يهرأ ويهزأ ويتفل على وجه الحق ثم ينجو بالسوءة. وابن عباس قد اشتهر عنه القول بالمتعة حتى جرت مجرى الأمثال، وكان يقول بالمتعة جماعة من الصحابة، وعن جابر أنهم كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عنها عمر ثم امتنعوا، والنهي زمن عمر كان بإجماع من الصحابة فيهم علي. والإجماع إجماع على ثبوت نهي الشارع وعلى ثبوت النسخ من الشارع، ثم قد أجمعت الأمة على منع المتعة والامتناع عن المتعة. وقد كانت في عهد الرسالة تثبت سنة وتخفى على جماعة من الصحابة كثيرا،
وعلمها عند واحد أو جماعة، ويرى صحابي رأيا من عند نفسه يخالفها أو لا يخالفها. وابن عباس قد خفي عليه سنن في أبواب الربا والصرف، كما خفي عليه وعلى جماعة من الصحابة تحريم المتعة حتى اجتمعت شورى الصحابة عند عمر، وعلى علي إن الشارع حرمها تحريم الأبد. وهذا معنى قول جابر إنهم كانوا يتمتعون حتى نهاهم عمر. ومن غرائب أقوال أهل العلم قولهم إن المتعة هي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك تحريم الأبد. ثم ليس لقول في هذا الباب قرار، فقد قيل إذن في حجة الوداع ومنع عنها في حجة الوداع، وليس بيد أحد دليل لإباحتها في زمن من صدر الإسلام سوى أنها كانت قد تقع على أنها بقية من بقايا الجاهلية ولم تكن بإذن وإباحة من الشارع. وآيات في النكاح قد نزلت بمكة ثم تواترت في أوائل سني المدينة، والنكاح إذا أطلق لم يكن يشمل نكاح المتعة لا لغة ولا شرعا، فدعوى إباحة الشارع في صدر الإسلام ساقط، ومتعة بأجرة أو إلى أجل لم تقع من صحابي في الإسلام، ولو كانت وقعت فلا يتمكن أحد أن يثبت أنها كانت بإذن من الشارع. نعم، قد روى الإمام الطحاوي في معاني الآثار عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا نغزو وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل. ثم قرأ: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. هذا كلام لفقته ألسنة الرواة من كلمات جرت في مجالس متفرقة على حوادث مختلفة، حفظ الراوي منها جواب النبي لقائل قد قال: ألا نختصي؟ وقد كان جواب النبي على أسلوب حكيم يرشد المضطر إلى ترك أشد الحرامين ولو بارتكاب الأخف، وكلام الحكيم في أمثاله لا يفيد إحلال الأخف، وإنما يرشد إلى تقليل الشر عند الاضطرار إلى أحد الشرين. قلت إن ذلك كان كذلك، أن هذا الكلام كان ملفقا لوجوه، أحدها أن ابن مسعود لم يغب عن زوجه في غزوة من الغزوات غيبة طويلة تضطره إلى الاختصاء، بل لم تقع لأحد من الصحابة مثل هذه الغيبة في عهد الرسالة أصلا. ثانيها أن قول الصحابة ألا نختصي يدل دلالة قطعية ظاهرة فوق الظهور على أن حرمة التمتع كانت معلومة للصحابة مثل حرمة الزنا، إذ لو كان التمتع حلالا في يوم من صدر الإسلام لما قال أجهل صحابيا ألا نختصي. وابن مسعود هو أحفظ صحابيا وأقرأ صحابيا من غير استثناء أحد، وكان أعلم من أكثر الصحابة، وقد امتاز بين الصحابة بصائب اجتهاده. ولو كان ضرورة الاختصاء لعدم النساء لما كان لقول الراوي ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل معنا. ثالثها أن أطول الغزوات غيبة عن المدينة مثل خيبر وفتح مكة وغزوة تبوك كانت بعدما نزلت وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، سورة النور 32. وابن مسعود كان أقوم الناس بأدب الدين وأطوع الناس بأوامر الكتاب الكريم المبين. وابن مسعود قد كان يعلم أن أمد الإغناء يمكن أن يمتد إلى سنين، فلم يمكن أن تخرج كلمة ألا نختصي من في صحابيا له أدب خرج من بيته يجاهد في سبيل الله وهو يحفظ هذه الآية الكريمة، ثم يطيش جزعه ويطغى شبقه ولم يغب عن زوجه إلا أياما أو أسابيع. فأين قول الكتاب وليستعفف؟ وما معنى قول الكتاب حتى يغنيهم الله من فضله؟ وهل كان ابن مسعود أفقر من أن يكون له كف من بر؟ ومن كان المخاطب بقول الله؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقد نزل قبل هذه الغزوات بمدة. وهل يمكن أن يوجد جزع أشد وأذم من جزع مجاهد خرج يجاهد في سبيل الله فأخذ يرفع صوته يقول ألا نختصي وهو يحفظ قول الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟
وهل يمكن أن يكون الصحابة أفضل نبي مرسل نذيرا للعالمين أوهن وأوقح في جنب الله عند نبيه من صحابة أي نبي كان؟ وقد كانوا أقول ذلك ولا أرتاب رهبان ليل يذكرون كلامه آساد غاب في الوغى بنهاري، ثم تمضي عليهم سنون لا يهجس في قلب أحد منهم واجس تمتع ولا داعية ميل إلى زوجه. رابع الوجوه أن مثل ابن مسعود في ورعه ودينه إذا اعتقد حرمة زنا وقال ألا نختصي لا يمكن أن يعتدي على القرآن يضرب بعض الآيات ببعضها، يبتذل في سبيل شبقه قول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومثل هذا الابتذال هو الاعتداء، وأي فرق بين مثل هذا الاعتداء لو كان وقع من مثل ابن مسعود في علمه ودينه وأدبه وبين قول خليع متهور يستحل زنا بغادة جميلة تمكنه من نفسها ويقول لا تحرموا. وأقل صحابي ولا أقل بين الصحابة أجل عندنا من أن يبتذل آية مثل هذا الابتذال، ولا يمكن أن يقع مثل هذا الابتذال من مثل ابن مسعود وهو أقرأ الصحابة وأشبههم أدبا وهديا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وسلم. نعم قد ثبت عندنا قول ابن مسعود في حادثة المصاحف إذ قال لمن معه مصحف يا أيها الناس غلوا مصاحفكم تأتون بها يوم القيامة إلى ربكم وهي معكم، فإن الله يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة سورة آل عمران 161. فإن ابن مسعود لو قلنا إنه أصاب في طلبه لم يصب في استدلاله بهذه الآية، كما لم يصب في مخالفته إجماع الصحابة، وقد اعترف وأنصف إذ عبر عن طلبه وعمله هذا بالغلول، فإن الغلول خيانة في شأن عمومي، وقد استجازها لنفسه ولأتباعه حيث استيقن أن مصحفه ومصاحف أتباعه لا يخالف في شيء مصاحف عثمان، فرأى أن حفظ مصحفه خير من إحراقه، ولو رده إلى عثمان لما أحرقه كما لم يحرق صحف الصديق. وعثمان في أمر المصاحف كان أهدى وأرشد، بل كان على حق وعلى صواب، ولم يقدم زيد بن ثابت على ابن مسعود إلا لأن النبي كان يقدم زيدا على سائر الصحابة، وكان يقدمه الصديق والفاروق، ولم يكن لعثمان إلا تقديم زيد اقتداء بسيرة الرسالة المعصومة والخلافة الراشدة. ولا ريب أن زيدا كان أصلح الصحابة في جمع القرآن وأعرف الصحابة في نسخ المصاحف، وكان أكتب الصحابة معرفة بوجوه الرسم، وابن مسعود كان يعرف ذلك ويعترف حتى كان آخر أمريه أن رضي جمع عثمان، وإن كان قد تأثر في أول أمريه بالعزل والحرمان من أعظم عمل في الإسلام. بهذا البيان وبهذه الوجوه تبين أن التمتع إن كان وقع في صدر الإسلام فلم يكن بإذن وإباحة من الشرع، بل دوام عمل كان في الجاهلية لم يقتلع منه البعض، حتى نودي بتحريمه مرات يوم خيبر ويوم الفتح ثم في أيام حجة الوداع. فوهم الرواة أن تكرر النداء كان لتكرر الإباحة، وهو مثل العري في الطواف، حرم في صدر الإسلام ولم ينقطع إلا بعد زمن وإلا بالقوة بعد البراءة، ومتعة بأجرة لم تثبت من صحابي أصلا في صدر الإسلام. أما العقد إلى أجل فإن أثبت مثبت أنه كان يقع في صدر الإسلام وأنه كان بعلم من الشارع، فنحن نقول إن النكاح كان ينعقد وإن التوقيت كان يبطل، لأن النكاح من أقوى العقود ينعقد انعقادا يبطل كل الشروط. فلو قلنا إن أسماء ذات النطاقين بنت الصديق أخت السيدة عائشة أم المؤمنين تزوجها الزبير حواري النبي نكاح متعة، فمن يثبت لنا أن هذا العقد كان منعقدا إلى أجل فانقطع بانقضاء الأجل؟ والحزم قد يوجب على الطرفين الاحتياط تداركا للأمر عند ظهور عدم الالتئام بين الزوجين. فالغالب أن الصديق وقد كان حازما احتاط لعقيلته فشرط على الزبير أمرا به تنطلق كريمته إذا فركته، وشاع في الناس أنه نكاح إلى أجل، ثم وضعت ألسنة الرواة على لسان السيدة أسماء أن النكاح كان متعة بأجرة إلى أجل، لأن السادة قريش
كانت تستنكف الاتجار بشرف المرأة، والصديق كان أسود وأغنى من أن تمتع عقيلته نفسها بأجرة لضرورة أو لضعة. هذا هو الذي وقع، ومن ادعى غيره فقد افترى. فتبين تبينا لا يذر من ريب لمتثبت أن نكاح التمتع لم يقع في صدر الإسلام، وما وقع لم يكن بإذن من الشرع، وما كان بعلم من الشارع فقد انعقد نكاح دوام وبطل شرط التوقيت. والمتعة لم تكن مباحة في شرع الإسلام أصلا، ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي، إنما كان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد، والنسخ لم يتكرر، وإنما تكرر تبليغ نسخ قد وقع من قبل، فتوهم الرواة تكرر النسخ بتكرر النداء والتبليغ، حتى عدت المتعة من غرائب الشريعة، كما تكرر نزول تحريم الخمر تقريرا لتحريم قد كان من قبل. وعلى هذا البيان يحمل كل حديث ثبت سنده في صحاح الأئمة مثل الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد. عن محمد بن كعب عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، تحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس: فكل ما سواهما حرام. رواه الترمذي. والظاهر أن العقد في مثل هذه الصورة كان ينعقد انعقاد دوام، يترتب عليه كل آثاره وكل حقوقه، ولا ينقطع إلا بالطلاق أو الموت. وحديث المتعة من غرائب الأحاديث كان يقول بها جماعة من الصحابة، حتى قال بها جماعة من التابعين، منهم طاووس وعطاء وسعيد بن جبير، وجماعة من فقهاء مكة. روى الحاكم في علوم الحديث عن الإمام الأوزاعي أنه كان يقول: يترك من قول أهل الحجاز خمس، منها المتعة، ومنها إتيان النساء في أدبارهن. وقد أسرف في القول بإباحة المتعة فقيه مكة ابن جريج، كما كان يسرف في العمل بها، حتى أوصى بنيه بستين امرأة وقال: لا تتزوجوا بهن فإنهن أمهاتكم. وقد روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج عن هذا المسرف المتمتع أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عن المتعة. أشهدهم بعد أن حدثهم فيها 18 حديثا أنه لا بأس بها، وبعد أن شبع منها وعجز. قال ابن المنذر: جاء من الأوائل الترخيص في المتعة، ولا أعلم اليوم من يجيزها إلا بعض الشيعة. وقال عياض: ثم وقع الإجماع على تحريمها. قال الشعبي: حدثني 12 نفرا من أصحابي ابن عباس أنه ما خرج من الدنيا حتى رجع من قوله في الصرف والمتعة، فإن لم يقبل رجوعه فإجماع التابعين بعده يرفع قوله. والأمة ترث العلم ولا ترث ضلال أحد. وتمتع جماعة من صحابي أو تابعي ليس بحجة، ثم خلاف جماعة لم يبلغها حديث التحريم أو بلغها وعملت على خلافه لا يقدح أصلا وأبدا في الحجة، إذ قد صح عند الأمة حديث التحريم المؤبد بإجماع في شورى الصحابة، حيث أن جابرا يقول: إن من لم يبلغه النسخ كان يتمتع، يعتقد أن الأمر باق على ما كان، حتى ثبت النسخ والتحريم المؤبد في شورى الصحابة زمن عمر ووافقته الأمة. وقد روى الإمام أحمد والإمام مسلم عن سيرة الجهني التحريم المؤبد من يوم الفتح إلى يوم القيامة. وقول الله جل جلاله في سورة النور: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الآية 33. هذه الآية الكريمة وحدها من بين سائر الآيات الكريمة تكفي تمام الكفاية أن تثبت أن المتعة كانت محرمة في صدر الإسلام تحريم أبد، ولو حلت المتعة لما كان لهذه الآية الجليلة ولا لجملة من جملها الخمس معنى. والاستعفاف هو مبالغة التعفف، ومن لم يتمكن من نكاح فعليه الاستعفاف حتى يمكنه الله ويغنيه من فضله. ولو حل تمتع لبطل هذا الأمر، والمتعة بأجرة سماها القرآن البغاء، فقال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء.
حرمها على الإماء فحرمتها على الحرائر أولى وأظهر. ولم يكن البغاء حلالا في زمن من الأزمان ولا في دين من الأديان، فالمتعة هي بغاء وزنا مهين، لا يرتكبها ساعة الاضطرار إلا مهين مكره، ولا يرتكبها أحد باختياره. وإذا كان عرض المتعة وأجرتها حراما والإكراه يوجب عقاب الله وغضبه، فنفس العمل أشد وأفحش. ولا يمكن أن يستحل المتعة بعد هذه الآية إلا منكر أو ناس. وهذه الآية الجليلة الكريمة في نظمها بلاغة معجزة، فقد جمعت في جملها الخمس من مصالح المجتمع وتدابير الإصلاح أمورا لا يحيط بها عقل حكيم ولا تبلغ إليها بلاغة بشر في مثل هذه الجملة الوجيزة الجزيلة. بل إضافة المال إلى الله وحده في قوله من مال الله، والموصول بصلته وحده في قوله الذي آتاكم، ثم إتباع ولا تكرهوا بعد قوله وآتوهم، ثم جعل الغاية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. كل هذه الأمور بمفردها يكفي في قلب نظام العالم قلبا ينجو به العالم اليوم من كل أزمة ومن كل مشكلة ومن كل خطر في المجتمع الإنساني. ويكفينا الآن ويغنينا عن كل بيان أن قوله وليستعفف تمام الآية نص قاطع محكم في تحريم المتعة تحريم أبد. وقد ثبت أن المتعة لم تكن حلالا في زمن، وإن النسخ نسخ أمر تاريخي جاهلي لا نسخ حكم شرعي. وثبت عند أهل العلم وأئمة الاجتهاد وأئمة المذاهب تحريم المتعة بوجوه: 1- إجماع الأمة على التحريم بعدما تقرر النهي والنسخ في شورى الصحابة زمن عمر، وكان علي حاضرا بالمجلس. وقد ثبت بإجماع من الشيعة وأهل السنة والجماعة برواية زيد بن زين العابدين علي ورواية محمد بن الحنفية عن إمام الأئمة وأمير المؤمنين على تحريم المتعة تحريم أبد. الرواية ثابتة قطعا ودعوى التقية ساقطة بالضرورة، فالإجماع قطعي. وجعل المتعة حلية لأهل البيت أو شارة وشعارا للأئمة لا يكون إلا جنفا من نجف أو شنيعة من شيعة يصدق فيها قول القائل عدو عاقل خير من صديق جاهل. نحن نقول إن أداء التراويح جماعة شعار للسنة، وأداء الفرائض جماعة شعار للإسلام، فهذا القول يمكن أن يكون له وجه أدبي ووجه ديني. أما اتجار المرأة بفرجها في سعتها وضيقها وامتهان الرجل المرأة في شرفها وعفافها فلن يكون إلا خزيا لا يدانيه خزي، يحمر منه وجه الأدب ويسود منه جلد الأجرب. فكيف يجعل شارة لبيت نبوة العرب إلا من عجمي كسروي مدائنيا إذا لقي عربيا سمعت له شهيقا وهو يفور يكاد يتميز من الغيظ؟ 2- كل آية فيها حل النكاح أو تحريمه يدل على تحريم المتعة، فإن النكاح إذا أطلق فلا يشمل نكاح المتعة لا لغة ولا شرعا، ولا يطلق على المتعة وعلى التمتع اسم النكاح، كما لا يطلق على ماء الورد اسم الماء إلا بالإفاضة، ولا يطلق اسم الأزواج واسم امرأة الرجل واسم نساء المؤمنين ونسائكم على المتمتع بهن. هذه بينة لغوية وبينة بيانية إنكارها مكابرة واستكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لا ريب أن التمتع ابتغاء وراء ذلك، فالتمتع عدوان وراء ذلك، وذلك إشارة ولا إشارة إلا إلى مشاهد، ولا مشاهدة إلا الأزواج وما ملكته الأيمان. ومطلق الأزواج خصوصا في صورة الإضافة إلى الضمير لا يشمل إلا صاحبة تعيش معك في بيتك تملك عصمتها بنكاح مطلق دائم، ولم يرد لا في اللغة ولا في القرآن الكريم ولا في كتب العهد العتيق والعهد الجديد إطلاق اسم المرأة والزوج على من يتمتع بها الرجل بأجرة أو بقوة. وقد جاء في أسفار التوراة اسم زانية واسم بغي على من تمتع بها الرجل بأجرة ذات قيمة وترك عندها رهنا عصاه وخاتمه شارة رياسته.
وقول النذيرة أمة الله سيدة نساء العالمين في القرآن الكريم، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، حكاية لما كان عليه عصرها من التمتع سمته السيدة بغاء وبغية، واحتفظ القرآن بعباراتها اعتبارا. ثم قص لنا القرآن الكريم قول اليهود: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فجعل التمتع بغاء من جانب المرأة وسوءا أسوأ من جانب الرجل. 3- يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الأحزاب 49. دلت هذه الآية الكريمة على أن عقد النكاح المشروع لا ينقطع إلا بطلاق، فالتمتع لا يكون عقدا حلالا لأنه ينقضي وينقطع بغير طلاق، وتدل على أن عقد النكاح الحلال يوجب المتاع متاع التسريح، ونكاح المتعة لا يوجب متاع التسريح فلا يكون عقدا حلالا، وتدل دلالة صريحة على أن عقد النكاح لا يوجب العدة على المرأة إلا بعد المس، وإنما الموجب النهائي للعدة هو المس، والمس لا يوجب العدة إلا على الأزواج لقول الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فكل نكاح لا يوجب به القرآن عليها العدة يكون باطلا بالضرورة، ولا آية أوجبت عدة في متعة. 4- كل آيات الطلاق وآيات الصداق وآيات العدة وآيات المواريث وكل آيات الحقوق مثل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، تدل دلالة ظاهرة قطعية تفيد اليقين على أن العقد الحلال إنما هو هذا النكاح الذي تثبت به كل هذه الأشياء وكل هذه الحقوق. فكل عقد لا يترتب عليه طلاق أو لا يترتب عليه إرث أو كل عقد لا يكون فيه مالها مثل الذي عليها لا يكون حلالا مشروعا، هذا بينة في كل الشرائع وبينة في كل القوانين. والمجادل الذي يتحيل في دحض الحق بالباطل يقول إن القاتلة والكافرة لا ترث وإن الناشزة لا نفقة لها، وقوله في عقيدته باطل لأن السقوط عند قيام المانع لا ينافي ولا ينفي الوجوب بأصل العقد. ولعل هوى التشيع يبيح التشيع، وأن يقول شيعي لعامي قولا يراه في أصول فقه مذهبه باطلا، فإن عقد القاتلة قد انعقد موجبا للإرث وعقد الناشزة موجبا للنفقة، وإنما سقط الحق الثابت بمانع قد حدث بعد، وعقد الكافرة انعقد موجبا للإرث وسقط الإرث بمانع قائم حين العقد قصاصا لأنها لا ترى الإرث بدينها. أما إذا كانت ترى الإرث بدينها أو بقانون الدولة فالإرث الثابت بالعقد لا يسقط باختلاف الدين. 5- ذكر القرآن الكريم في 3 آيات من سورة النساء 22-24 في المحرمات 15 نسوة: أولاها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. 22- امرأة كانت في نكاح أبيك وأخراها محصنة لم تدخل في نكاحك، والمحصنات من النساء. 24- فكل محصنة لم تدخل في نكاحك هي حرة مطلقة يحرم عليك أن تنكحها إلا إذا ملكت عصمتها بعقد وشهود ومهور، إلا ما ملكت أيمانكم، ملكت أيمانكم عصمتهن بعقد وشهود ومهور، كتاب الله عليكم، كتب الله عليكم ذلك كتابا، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وقد كتب الله لنا في حل النكاح مقاصد مطلوبة أصلية، قضاء الوطر فيها مطلوب تابع، فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، ما كتب الله لكم محصنين غير مسافحين. فالنكاح لم يشرع لمجرد قضاء الوطر بل لأغراض مشروعة مطلوبة ولمقاصد أصلية يتوسل بالعقد إليها، وسفح الماء في الشهوة واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي كتب الله لنا فلا يكون مشروعا. هذا برهان عقلي بمعنى معقول أفادته نصوص الكتاب الكريم الحكيم.
المتعة لا ينبني عليها نظام المجتمع إلا إذا كان المجتمع شيوعيا يشترك في نسوته رجاله أو يشرك كل امرأة في نفسها رجاله. المتعة لا ينبني على قواعدها بيت أو عائلة أو أسرة. المتعة لا يقوم على عمودها نسب، ولا تنمو من نواتها شجرة لها أغصان ولها أفنان. وكل هذه مقاصد أصلية مطلوبة في بقاء النوع بالنكاح. فحيث لا تتحقق يقينا لا يكون فيها النكاح مشروعا، فنكاح المتعة باطل بحكم الكتاب ونصوصه الظاهرة. 6. ذكر القرآن الكريم المحرمات في النكاح، ثم أباح ما وراء ذلك بالنكاح، وإذ ذكر حال من لا يجد نكاحا ولا يستطيع طولا أن ينكح ذكر النكاح فقط، ولم يذكر الإجارة ولم يذكر المتعة، فقال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهذه الآية الكريمة نص قطعي يحرم نكاح المتعة، لأن من لم يستطع طولا أن ينكح لو كان يحل له في شرع القرآن الكريم نكاح المتعة بأجرة أو التمتع إلى أجل لذكره القرآن الكريم، وإلا يكون القرآن الكريم قاصرا حاشاه في بيان شرعه. فقصر القرآن الكريم حصر لأنواع النكاح المشروع في شرع القرآن الكريم، وبهذا ينحط إلى درجة الصفر تفلسف فقهاء الشيعة الذي نقلته تحت الرقم 23 في الصفحة 125. ومجتهد الشيعة الذي تفلسف في توجيه هواه ومذهبه قد نسي ومر على آية في القرآن الكريم وأعرض عنها، وكأن من آية في القرآن الكريم وسنن أمة النبي الحكيم يمرون عليها وهم عنها معرضون. آية: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإن هذه الآية الفريدة الكريمة تهدي من لا يجد نكاحا إلى الاستعفاف حتى يغنيه الله من فضله، لا إلى التمتع ولا إلى الاستيجار. لا يتمتع ولا يمتع، لا يستأجر ولا يؤجر إلا مذهب الشيعة، لا دين الكتاب الكريم ولا أهل بيت النبي الحكيم. 7. الإجارة في أصل وضعها عقد مؤقت لأنها في المنافع فقط، أما النكاح فهو أصل وضعه عقد مؤبد. فالتوقيت في النكاح لا يخلو من حالين: إما يبطل العقد فلا ينعقد النكاح فلا نكاح، وإما يبطل هو نفسه وينعقد النكاح مؤبدا، وهذا معنى قولنا لا نكاح إلى أجل. 8. المتعة بأجرة إلى أجل إجارة، وإجارة المنفعة بيع وتجارة، ولم يستحل دين تجارة المرأة ببدنها وعرضها وشرفها وعفافها. ولو جاز لامرأة بذل شرفها وعفافها مقابل أجرة بالغة أو تافهة لحسن لها بذل شرفها في سبيل هواها وشغفها لعشيقها، فإن بذل المرأة نفسها في سبيل الهوى والحب إجابة لداعي الهوى أقرب إلى العفاف والشرف من بذلها في سبيل حفنة من الحب. 9. الكتاب الكريم يقول في نكاح النساء: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ويقول في نكاح الرجال: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ونكاح المتعة لا إحصان فيه، والمتعة فيها سفاح ماء في غير حرث، والمتعة هي اتخاذ خدن في كلا الطرفين، فالمتعة حرام بنصوص القرآن الكريم. 10. المتعة إجارة المرأة نفسها ليتمتع بها الرجال، أو تجارة المرأة بفرجها امتهان لها وهتك لشرفها وفتك لعزتها، لا يستحلها إلا من يبتذل النساء ويحقر الأزواج ويظلمها أشد ظلم. وأخس رجلا على وجه الأرض لا يرضى أن يتمتع أحد بأخته أو بنته، فكيف يستحلها الفقيه أو الإمام في بنات الأمة؟ وقد نقلت في الصفحة 124 تحت الرقم 21 قول عبد الله الليثي للإمام الباقر: وهل يسرك أن نساءك أو بناتك أو أخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول الكافي والتهذيب، فأعرض الباقر حين ذكر نساءه وبنات عمه. لا نشك أن الليثي قد أغلظ وأساء الأدب في خطاب الإمام بمثل هذا الكلام، ولو أن الليثي ذكر الباقر بقصة لوط إذ قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ لكفى ولا أصاب، ولكن لم يسئ الأدب.
قصة عرض لوط بناته لقومه ذكرت مرتين في القرآن الكريم، وذكرت مرة في الفصل 19 من تكوين التوراة، ولا محمل لها إلا نكاح المتعة، ولا يستحلها لوط إلا في غاية الضرورة. إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. والنبي لوط قد وقع في غاية الضرورة ولم ينس غاية الأدب، فاكتفى في الضرورة بعرض بناته وما اعتدى بعرض بنات الأمة. وهذه القصة قصة عرض لوط بناته تدل دلالة أدبية على تحريم المتعة مثل تحريم الزنا. فإن قول القائل الكريم أحمل عار بناتي أهون علي من أن أحمل عارا في ضيوفي، معناه أن كلا العارين لا يتحملهما إنسان، وعار الضيوف أشد وأقبح وأخزى، والكريم إذا اضطر إلى أحد هذين العارين يختار عار بناته لا عار ضيوفه. يرون العار قداما وخلفا فيختارون، والموت اضطرار. هذا أدب قديم عادي وكرم سامي. أما التمتع ببنات الأمة فأدب شيعي وكرم إمامي. هذا هو عذر الليثي في خطاب أوجب إعراض الإمام، وهذا عذر يقطع الكلام ولا يترك مجالا لابتهال ولا لعان. ولا فائدة من أن يلاعن الباقر عمر، لأن الشارع والشرع والقرآن مع عمر في التحريم، وعمر يدور مع الحق حيث دار. بل أزيد على ذلك وأقول إن الإمام الباقر محمد بن علي لم يكن ليقول بإحلال المتعة بعد أن ثبت بسند أجمع عليه الشيعة والأمة أن شور الصحابة وركنها الأعظم علي إمام الأئمة وأمير المؤمنين قررت وأقرت على تحريم المتعة تحريم الأبد زمن النبي. حتى أن نوبية كانت تصلي وتصوم أعجمية لم تفقه أعتقها عبد الرحمن بن حاطب، وكانت ثيبة ثم رؤيت حبلة واعترفت أنها حبلت من مرعوش بدرهمين وهي تستهل به ولا تكتمه إذ هي جاهلة، فأمر بها عمر وجلدت 100 ثم غربت، وسقط الحد لأنها جاهلة. وعند عمر الفاروق علي وجماعة من الصحابة، ولم يكن علي وهو إمام المتقين ليسكت وقد شهد عذاب مؤمنة مسكينة جاهلة. وهل لا يكون قلب علي أقسى من الحجارة قسوة لو كان علي سكت سكوت ذلة وتقية وقد شهد عذاب مؤمنة مسكينة جاهلة؟ وعلي يعلم أن المتعة بدرهمين حلال وشعار لبيت النبوة. وإني كلما تلوت القرآن الكريم أكرر قول الله جل جلاله: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. كنت لا أزال أتعجب تعجب حيرة من قوم كانوا يأتون الذكران من الأجانب ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم وهم قوم عادون، كيف قالوا في بنات خيرات حسان عرضهن لهم أبوهن لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. وهذا القول أدب نزيه جليل كان ينبغي أن يكون لفقيه حكيم وإمام كريم يكرم أمته تكريما ويحترم ملته احتراما. وهذه عبرة عابرة، فهل من معتبر؟ ولقد يسر الله القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فكيف يكون أن إمام دين يستجيز في بنات الأمة أمرا إذا ذكر في نسائه وبنات عمه يظل وجهه مسودا وهو كظيم يعرض غضبانا يتوارى من سوء ما ذكرت به بناته؟ 124. فهل يمكن أن يستجيزه شرع القرآن في بنات نبيه؟ والقرآن يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالمؤمنون إخوة أبوهم النبي وأزواجه أمهاتهم، وبنات الأمة بناته، وإذا جاز حكم في الشرع فأشرف بنت فيه مثل أدناها. وقد افترى أعظم افتراء من قال أن النبي تمتع ثم أسر إلى بعض أزواجه حديث تمتعه وقرأ: وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. لا يمكن أن يكون نكاح النبي تمتعا بعدما حصرت آية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك في سورة الأحزاب 50 حلائل النبي في 7 أصناف من النسوة، ولا يمكن أن يكون تمتع النبي منقطعا بعد قول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. 53. ثم إن كان النبي تمتع فلا يمكن إثبات تمتعه إلا في وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها.
فإن ثبت أن النبي تمتع بهذه السابعة فهذه الآية تبطل تمام الإبطال قول الشيعة في المتعة لأنها خالصة لك من دون المؤمنين. والله يقول بعد ذلك: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. ثم إن كان النبي قد تمتع أو كان يتمتع فيكون تمتعه داخلا في القسم، وكان يوم كل زوج معلوما لها ولكل أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وآل بيته وصحبه وسلم، فلم يمكن أن يكون سرا لأحد. وهل يكون الصادق صادقا في علمه وأدبه إن استدل بقول الكتاب الكريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، على أن النبي قد تمتع وشأن كان معلوما لكل أزواجه، هل يكون بيانه لبعضها إسرارا؟ ثم إن حملنا حملا هوائيا بهوانا ورأينا إسرار الحديث على حديث التمتع، فكيف يكون معنى تمام الآية؟ فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وهل يبقى بعد مثل هذا التفسير لنظم القرآن من بلاغة، ولمعنى القرآن من جزالة، ولصاحب القرآن من شأن وجلالة؟ ثم أقول أيضا: إن كان النبي أتى بخائنة ميل وتمتع سرا، فكيف يكون أن أحكم الأنبياء عقلا وأكرم الرسل أدبا وهديا وأحسن الناس في بيته لأهله خلقا يسر إلى بعض أزواجه حديثا يغيظها به، يوري في قلبها نار الغيرة يؤذيها؟ وهل يكون إيذاء في أمر قال القرآن فيه: تبتغي مرضات أزواجك؟ فإجلالا لأهل البيت واحتراما لكل إمام، أقول إن هذا القول موضوع على لسان الإمام. وقد قدمت في الصفحة 46 أن الشيعة تضع ولا تحسن الوضع، لا ذوق للشيعة في الوضع ولا مهارة. والعرب قبل الإسلام حين كانت المرأة في نظام الجاهلية مهانة ممتهنة، كانت لها أنكحة مختلفة دامت حتى صارت عادة معروفة أبطلها الإسلام، إذ كرم في نظامه المرأة تكريما لم يكن من قبل، منها البغاء ومنها المخادنة ومنها الاستبضاع ومنها المتعة. وحيث إن العادة المعروفة لا يقتلعها إلا الزمن، دامت المتعة في صدر الإسلام والتبس الأمر على البعض، فكان البعض يرتكبها جاهلا أو مستحلا، حتى تقرر في شورى الصحابة زمن عمر ثبوت النهي والنسخ وتحريم الأبد، فنهى الناس عن متعة النساء عمر، فأشيع إشاعة غرض أو إشاعة غفلة أن الناهي إنما هو عمر، فبقي الاختلاف زمن التابعين حتى رجع الأكثر إلى ما كان يراه عمر، فأجمعت الأمة بعده على تحريم المتعة، ولم يبق أحد يراها إلا الشيعة، ولم يكن بيدها من دليل إلا إرغام عمر، ولم يوجد لها من زخرفة إلا أنها شارة لأهل البيت وشعار للأئمة. وكان عمر كثير المشورة والمراجعة وعظيم الاحتياط، وكان يحب أن يسمع كل ما يقوله الناس فيه، فقد قيل له: واحد، إن رعيتك تعيب عليك أنك أعتقت الأمة إذا وضعت ذا بطنها وإن لم يعتقها سيدها. فقال عمر: ألحقت حرمة بحرمة، وما أردت إلا الخير، وأصبت إن شاء الله. 2، يعيب عليك الناس أنك حرمت متعة النساء وقد كان رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن 3. فقال عمر: إن النبي إنما أحلها زمن الضرورة، ورجع الناس إلى سعة، ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عاد إليها ولا عمل بها، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن 3 بطلاق، وقد أصبت والله يعلم. ومن أصدق ما روي عن اهتمام عمر في أمر الدين وأمر السياسة ما قاله ابن عباس: أنا أول من أتى عمر حين طعن، فقال: احفظ عني 3، فإني أخاف ألا يدركني الناس. 1، أنا لم أقضي في الكلالة بشيء. 2، ولم أستخلف على الناس أحدا. 3، كل مملوك لي عتيق معتق. ذكر الكلالة ولم يذكر ما فعله في متعة النساء، فدل على أن الفاروق الراشد الرشيد مستيقن لا يرتاب في إصابته في تحريم المتعة، ولم تشك الأمة بعده في إصابته في المتعة وفي كل ما فعل، وقد كان النبي في حياته والوحي ينزل يوافقه في كثير مما يراه، وله موافقات وقد وافقه النبي في آخر عهد من حياته
حين قال عمر: حسبنا كتاب الله. لم ينكر قوله، وإنما أنكر نزاع الناس فقالوا: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. هذا ولا نرتاب فيه وفاق من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وسلم لعمر في أعظم أمر من أمور الأمة، وقد كان الله يوافقه فيما يراه حين ينزل القرآن على نبيه، ونحفظ من موافقاته 20 وزيادة. ونحن اليوم وإن كنا لا نعلم تفصيل ما كان في الجاهلية من الأنكحة التي أبطلها الشارع، إلا أننا نعلم أن متعة الجاهلية لم تكن زنا يستحله الجاهلي، بل كان لها ميزة بها تمتاز عن البغاء. أما متعة الشيعة اليوم فهي زنا مستحل، هي دفعة في هذا اليوم بقبضة، أو دفعات في الأسبوع الفلاني بكذا، هي زنا فاحشة ومقت يستحلها الشيعي حتى يتقرب بها إلى الله. فتمتع الشيعة زنا فاحشة وزيادة استحلال، زيادة في الكفر وزيادة في الفساد، بها يترك الرجل فراشه ويهجر ربة البيت، فتكفر وتبرأ ثم تدعو على الآمر بها وتلعنه، وبها تفسد العائلة. ويزداد الإنسان حيرة وتعجبا إذا رأى في أمهات كتب الشيعة ما نقلته في الصفحة 122 عن رجل قال للصادق: إني تمتعت بامرأة فوجدت أن لها زوجا. فقال الصادق: ولم فتشت؟ ثاني التهذيب 2/187. لا ينكر الإمام إلا التفتيش، ولا يرشد إلى الاحتياط قبل التمتع، بل يزيد ويقول: أرأيت لو سألها البينة كأن تجد من يشهد إن ليس لها زوج، في الصفحة 123. ويكفينا كل تعب في سبيل تحريم متعة النساء، كلمة المتعة وحدها التي تجرح شرف المرأة، فإن الإنسان غاية للكون وللتشريع، ومقصد أصلي لكل نظام اجتماعي. لم يخلق الكون إلا لأجله، ولم ينزل شرع ولم يوضع قانون إلا لأجل حقوقه وتحقيق مصالحه. هو الذي يملك متاع الدنيا وكل نعيم الآخرة، فجعلها متاعا من الأمتعة يتمتع بها متمتع، ثم يلقيها لقي منبوذ إهانة لها، أي إهانة. فإن من خلقه الله أهلا للحقوق صاحب حق لا يكون متاعا لآخر، آلة له في قضاء وطره، إلا إذا حرم شرف الأهلية. واستجار بدن الإنسان وإجارته والإتجار ببدنه وعفافه باطل في الإسلام، وهذا بينة متعارفة في الشرع. والمرأة إذا أجرت نفسها أو أتجرت بها مرة يتجنبها الرجال، ويمكن أن يزدحم عليها الأشرار، فلن تعود ربة بيت له شرف، ففي مرة متعة هلاك المرأة إلى الأبد. وقد ثبت ثبوتا لا يرتاب فيه أحد أن الشارع لعن المحلل والمحلل له، والمحلل لم يلعنه الشارع إلا لأنه نكاح المتعة، ولو كان نكاح المتعة في شرع الإسلام جائزا لما كان للشارع أن يلعنه، ولكان لعن المحلل جهلا من الشارع لشرعه. ثم لكان لغوا حاشاه قول القرآن الكريم: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، لأن حرمة المرأة بعد الثلاث لزوجها الأول تنتهي بذوق العسيلة، والانتهاء بالذوق قد نص عليه الشارع. وقد قدمنا فيما سبق في الصفحة 144 أن قائلا قال للإمام عمر: يعيب عليك الناس أنك حرمت متعة النساء، وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ثم نفارق عن ثلاث. فقال الإمام عمر: إن النبي إنما أحلها زمن الضرورة ورجع الناس إلى سعة، ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عاد إليها ولا عمل بها. فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق، وقد أصبت والله يعلم. وأي ضرورة كانت عهد النبي تضطر الناس إلى المتعة، إلا أنها كانت عادة معروفة رسخت في الجاهلية، لم يمكن قلعها إلا بعد زمن لم يكن غير هذه الضرورة حتى استأصلها الفاروق. ثم إن سيدنا الإمام عمر يرد العائب المبتهر رد إرشاد فيقول: فمن لم يقتلع عن عادته الجاهلية الآن ويشاء أن ينكح نكح نكاح دوام بقبضة وفارق بعد ثلاث بطلاق، يعني فعل أي شيء بعد ذلك يعيبني. يريد أن النكاح بقبضة ينعقد انعقاد دوام ثم ينقطع بطلاق بعد أيام.
وبه يرتد عن دينه ما ابتهرته الشيعة على لسان الإمام علي رضي الله عنه أن عليا كان يقول: لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي، أو ما زنى إلا شفى، أي إلا قليل. فذلك القول عن عمر رد لهذا القول الذي وضعته الشيعة على لسان الإمام علي. وقد قدمنا في السابق في الصفحة 141 أن الإمام عليا حضر شورى الصحابة زمن الفاروق، وشهد عذاب المسكينة النوبية التي متعت نفسها بدرهمين من مرعوش. وقد نعلم أن عليا وافق الصحابة في مجلس عمر وسكت سكوت وفاق، بل كان قوله وعلمه سندا للإجماع. وجلدت النوبية 100 جلدة بقضائه، فلو كان علي صار يقول هذا القول بعد زمن الفاروق لكان علي أذل الناس جبنا ونفاقا، وأقسى الناس قلبا، وأجهل الناس علما بفقه الإسلام. وقد نعلم علم اليقين أن الإمام عليا كان أشجع صحابيا قوة، وأهيب صحابيا هيبة، تقوى وهيبة، دينا وعلما، يجاهد في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم، كان يخشى الله ولا يخشى أحدا إلا الله. وكان الفاروق يهاب عليا ويحترمه في علمه ودينه، ولا نرتاب اليوم أن أخبار التعادي موضوعة. وقد علمت أني قد أسهبت في الكلام إسهابا انتهى بي إلى الإملال، وعذري فيه أنه فصل ضروري جدا الضرورة، حيث إن مسألة شرف النساء أو ابتذال النساء لها في حياتنا الاجتماعية الأدبية أهمية عظيمة، وأحاديث المتعة في كتب الأحاديث وكتب الأخبار متضاربة متعبة لا تطامن قلب الفقيه المجتهد، وكتب الشيعة قد أسرفت في القول بها ابتيارا والوضع فيها ابتهارا، حتى عدت عدوانا وعادت عداء، فعدت سفح ماء الحياة في أغوار المتمتعات تقربا إلى الله، إرغاما لمن استنصر الله به في دينه النبي سيد الأنام ونصر الله به الإسلام. ثم تعدت الشيعة واعتدت حتى ادعت أن المتعة شارة للأئمة وشعار لأهل البيت، وأخذت تجعلها حلية للإسلام نزل فيها القرآن الكريم وأوصى بها روح القدس جبريل الأمين ليلة المعراج فوق عرش الله العظيم الشارع الحكيم. وما أنكر من أشياء لا أنكر على الشيعة: واحد، أن تتبع الظن، اثنان، وأن تعبد ما تهوى الأنفس، ثلاثة، وأن تهتدي حيث تستهويها دعوى الولاية، أربعة، وأن تفتري على العصر الأول الأفضل كل فرية فرتها عقيدة البراء، خمسة، وأن تقول على الله وعلى دين الله كل ما يحيه عشق الوضع وهوى التقيا. لا أنكر شيئا من ذلك على أحد من الشيعة، لأن كتب الشيعة تدعي كل ذلك، لها دعاويها، وإنما أنكر على شيوخ شريعة الشيعة وعلى مجتهدي الشيعة القول بأن متعة الشيعة نزل فيها القرآن الكريم، وقد أجمعت كتب الشيعة على هذا القول ورفعته إلى الأئمة. أستبعد غاية الاستبعاد أن يكون مؤمن يعلم لغة القرآن الكريم ويؤمن بإعجازه ويفهم حق الفهم إفادة النظم يقول أن قول الله جل جلاله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، نزل في متعة النساء، قول لا يكون إلا من جاهل يدعي ولا يعي. ثم إن أصل الشيعة قد حصر الأدب في أعيان الشيعة، واحتضر أئمة الأدب في حظيرة التشيع، وجعل البلاغة سمة الترفض وميزة الشيعة. فلو كان الأدب والبلاغة ميزة الشيعة، فكيف أجمعت الشيعة على قول لا يكون إلا من جاهل؟ وشيخ الشريعة صاحب كتاب أصل الشيعة قد أتى بفرية كبيرة بهيتة، إذ تكلم على طبقات الشيعة في 19 على 29، وافترى ابتهارا من غير استحياء على كل من ذكرهم فيها بالتشيع الذي عليه شيعة اليوم وشيعة أمهات كتب الشيعة. هم براء من كل عقيدة ابتدعتها أمهات كتب الشيعة، كل يؤمن إيمان علي، يرى فضل الصديق والفاروق ويتولى كل صحابي، يغسل رجليه ويمسح على خفيه، لم يكن لأحد منهم عقيدة الشيعة في الإمامة ودعاوى الشيعة في الأئمة وتقولات الشيعة على القرآن الكريم وآياته، ولم يكن أحد منهم يتوهم إمكان البدء لله. نعم، كل كان يحب أهل البيت محبة أهل السنة والجماعة لأهل البيت، فإن كان في حب الحبيب حبيبه حدود لقد حلت عليهم حدود. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة.
ذكر القرآن الكريم في 3 آيات من سورة النساء من 22 إلى 24 في المحرمات 15 نسوة، أولاها امرأة في نكاح أبيك وأخراها محصنة لم تدخل في حيطة نكاحك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. 22. يدل استثناء الآية على أن نكاح الرجل بامرأة أبيه قد كان يقع أحيانا في الجاهلية، وقول الله جل جلاله إنه كان فاحشة يبين أن هذا النكاح لم ينعقد عندهم، لم يكن يعتبره النظام الجاهلي، فإن الإسلام قد يقر أمرا يعتبره نظام المجتمع مثل أنكحة المحارم في عقيدة المجوس، لم يسمي الإسلام نكاح المجوس فاحشة وقد أقر التوارث به. وزعم أهل الأخبار أن زيد بن عمر بن نفيل أمه امرأة جده، تزوج بها عمر بعد أبيه فأولدها زيدا، ويمكن أن يكون هذا الزعم وهما توهمه الأخباريون، كما اتفقت الرواة على أفحش من هذا الوهم، إذ يقولون أن كنانة ابن خزيمة تزوج بامرأة أبيه خزيمة فولدت له ابنه النضر ابن كنانة، وهذا لا ريب فيه وهم يجب أن يجعل باطلا يرده كل أحد بعدما سماه القرآن الكريم إنه كان فاحشة. وقد قال الشارع ولدت من نكاح لا من سفاح، ولم يلقي الرواة في غي مثل هذا الوهم الفاحش إلا اتحاد اسم المرأتين، فإن برة امرأة خزيمة غير برة امرأة كنانة أم النضر. ويعجبني إعجابا يملأ قلبي فرحا وقناعة قول إمام الأمة شمس الأئمة الإمام السرخسي في كتابه المبسوط، الذي لم يؤلف قلم الاجتهاد في مذاهب الإسلام كلها كتابا في فقه الشريعة مثله، فقد قال في موجز إيضاحه معنى الاستثناء في مثل هذه الآيات أن إلا في معنى ولا، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم 2/150، ولا الذين ظلموا منهم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف 4/21، ولا ما قد سلف. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4/43، ولا عابري سبيل. فيجب التيمم لدخول المسجد إن كان في المسجد ماء بحكم هذا الاستثناء. وما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ، فلذا يجب على المخطئ تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهل القتيل، وصورة الاستثناء لا تفيد هذا الوجوب. فكلمة إلا في مثل هذه الآيات حرف استثناء معناه عطف بواو ولا، يفيد تأكيد الحكم غاية التأكيد وغاية الأحكام، لا يكون لإخراج شيء من حكم الكلام، بل لإدخال شيء يتوهم خروجه من حكم الكلام، وهذا الذي قاله صاحب المبسوط في هذه الآيات الأربع معنى بديع سهل واضح. وإفادة مثل هذا المعنى بأداة استثناء أبدع وأبلغ، يفيد معنى لا يستفاد من ولا. والنهي طلب لا يكون إلا في الاستقبال، فإذا قلنا ولا ما قد سلف فالنهي ينقلب نفيا يفيد عدم الانعقاد في الماضي ولو كان جرى فيه صورة العقد، وصورة الاستثناء تفيد انتفاء أثر النهي وهو العقاب والمؤاخذة، فأحاط الكلام كل مقاصد المتكلم. ذكر القرآن الكريم أول المحرمات من النساء في آية منفردة، وذكر النكاح مرتين لمعنى جليل مقصود لم يكن في كتاب سماوي من قبل، هو تنزيل العقد في الأحكام منزلة الفعل، فكل امرأة عقد عليها الأب حلالا أو حراما يحرم على أولاده نكاحها عقدا وفعلا. والنكاح في الآية الكريمة إحلالا وتحريما، الذي ينبني عليه نظام البيت ونظام المجتمع، هو النكاح الذي ينعقد عقد اتحاد في الوحدة الاجتماعية وعقد دوام يترتب عليه حقوق الطرفين ويترتب به عليهما الوظائف. وإذا أطلق النكاح لا ينصرف إلا على هذا العقد الدائم في تعارف أهل اللغة وفي عرف الشرع. ثم ذكر القرآن الكريم في الآية التالية 23 في حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 13 نسوة من المحارم نسبا أو رضاعا، وقع التحريم على ذواتها ليكون الحكم أعم وأوقع وآكد،
وإن كان الكلام سيق لتحريم نكاح كل واحدة، وإيقاع التحريم على ذوات النسوة يجعل الكلام أعم حكما وأوقع إفادة. وخصوص السياق لا يخلو بإفادة الكلام العموم إن كان الكلام عاما. والتحريم له في القرآن الكريم معان: 1- التحريم من الحرمان، جعل الشيء محروما من شيء، وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. 2- التحريم من الاحترام، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله في الأشهر الحرم. 3- التحريم جعل الشيء حراما خلاف الحلال، حرمت عليكم الميتة والدم، يفيد القذارة والنجاسة في الأعيان. والتحريم في حرمت عليكم أمهاتكم خلاف الإحلال في العقد ومعنى الاحترام في الذوات. وإذا تدبر متدبر يتبين أن الحرام لا يكاد يخلو من معنى الاحترام، ولذا لم يجيء عبارة التحريم في كل ما نهى عنه. الأمهات كل أصل وإن علا، البنات كل فرع وإن سفل، الأخوات كل فرع أول للأصل القريب، العمات كل فرع أول لكل أب بعيد، الخالات كل فرع أول لكل أم بعيدة، وبنات الأخ وبنات الأخت كل فرع وإن سفل لكل صلبي من أصل قريب. محارم النسب في القرآن الكريم 7 تنحصر من الطرفين في 4: 1- كل أصل وإن علا، 2- كل فرع وإن سفل، 3- كل فرع وإن سفل للأصل القريب، 4- كل صلبية لكل أصل بعيد وإن علا. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. اكتفى القرآن الكريم في الرضاع بذكر الأمهات والأخوات فقط، لأن الرضاعة إذا ثبت تأثيره في الحواشي أفقيا بعد تأثيره في الأصول عموديا، فتأثيره في الفروع يكون باقتضاء البيان، لأن الشيء إذا سرى في البعدين فسريانه في الثالث ضروري مثل انتشار النور في الأبعاد الثلاثة. فلذا قال الشارع الكريم: يحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب. وهذه السنة من الشارع الحكيم بيان إيضاح وبيان إرشاد، لا بيان زيادة وتفويض كما تدعيه كتب الشيعة. والكلام له إفادات: عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء. والسنة تبين إحدى هذه الإفادات، وفي مثالنا هذا السنة بيّنت دلالة نص الآية، فإن انتشار أثر الرضاع إلى الفروع أولى وأحق بعد انتشار أثره في الحواشي. وأمهات نسائكم ثالثة المحرمات من ذوات السبب، والنساء عند الإضافة إلى الضمير كل امرأة في حيطة نكاح المخاطب عقدا أو دخولا، والدخول الحرام بامرأة يحرم أمها تحريم أبد. ولأهل المذاهب فيه كلام طويل عريض، ولهم في الفقه وفي الفهم درجة تغنيهم عن الإطالة، وهم أجل وأرفع في عقيدة من كل متفقه لا يعرف لحن الكتاب. وربائبكم اللاتي في حجوركم، الموصول وصلته لا ريب أنه قيد عادي أغلبي، والربائب بنات المرأة حرام وإن لم يكن في حجور زوجها. وذكر القرآن الكريم هذا القيد المهم إرشاد عظيم إلى الاهتمام بأولاد المرأة، وليس لأحد أن يفرق بينها وبين أولادها، فالأولاد تعيش حيث تعيش الأم، وعلى الزوج أن يربي أولاد المرأة بعد أن نكحها وأحبها، وهي وظيفة اجتماعية على نظام الأمة أن يهتم بها. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الموصول بصلته نعت نسائكم التي دخلت عليها من، وهن أمهات الربائب بدلالة من، فيكون بهن كناية عن أمهات الربائب، ولا يمكن أن تكون بهن كناية عن أمهات النساء. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بهن في الجملتين واحدة، فلا تشمل هذه الجملة أمهات النساء. فلذا قال أهل الفقه أن العقد على المرأة يحرم أمها ولا يحرم بناتها إلا إن دخل على المرأة. ومن توهم أن هذه الجملة تشمل نساءكم في الجملتين فقد وهم وهم ذاهل، سمع شيئا وصم عن أشياء. ومن توهم الشمول يكون تقدير الكلام على وهمه: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والأم لا تكون أصلا من ابنتها، فيكون الكلام فاسدا من أصله، ويلزم أن تكون الربائب خارجة من حكم الكلام، وأن يكون حكم الشرط في أمهات النساء لا في النساء، وذلك خلاف نص الكتاب
وهدم لتفصيله. فالدخول شرط لتحريم الربائب، ولا يمكن أن يجعل شرطا في تحريم أمهات النساء. ولا خلاف بين أهل العلم أن الأم بالرضاعة والأخت من الرضاعة حرام بملك اليمين مثل حرمة كل بالنكاح. والمرأة إذا واصلها الرجل بملك اليمين حرم عليه أمها وبناتها تحريم أبد. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والحليلة فعيلة من باب المفاعلة من مادة الحلول لأنها تحل معك في فراشك، أو من مادة الحل لأنها يحل لك منها ما يحل لها منك. أبنائكم الذين من أصلابكم يقابل الإبن من جهة التبني لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. سمى امرأة المتبنى زوجا ليدل على أن حليلة الإبن الذي من الصلب هي الزوج دون ملك اليمين. وإذا علق التحريم في حلائل الأبناء على مجرد التسمية اقتضى ثبوت التحريم بمجرد العقد دون شرط الدخول، والاشتراط زيادة تفيد إباحة ما حرمه الاسم. ومادة الحليلة حل أو حلول، فتشمل الآية الكريمة حلائل العقد وملك اليمين كما تشتمل من صارت حليلة بالحرام. فمن دخل بها الابن الصلبي والابن الرضاعي بالعقد أو بملك اليمين أو بالفعل الحرام تحرم على أبيه. وأن تجمع بين الأختين، اقتضى تحريم الجمع بأي وجه كان من وجوه الجمع، الجمع في العقد أو بالملك، أو إحداهما بالعقد والأخرى بالملك. وإذا ملك رجل أختين فمس إحداهما فليس له أن يمس الأخرى حتى تخرج الممسوسة من ملكه، لأن كلام الله شامل وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. وإحلال شيء بجهة لا ينافي التحريم من جهة أخرى، وشواهده في القرآن الكريم كثيرة. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، كون الشيء حلالا طيبا من جهة كونه غنيمة لا ينافي كونه حراما من جهة كونه خمرا أو خنزيرا أو ميتة. فكذلك كون أمة حلالا بقوله إلا ما ملكت أيمانكم لا ينافي كونها حراما من جهة كونها أخت أمة قد مسها سيدها. فمن ظن أن قوله وأن تجمع بين الأختين يعارض قول الله إلا ما ملكت أيمانكم وقد أحلتهما آية وحرمتهما آية، فقد نسي ما لا ينساه الله، وذهل ذهول من قد يغفل عما يفيده كلامه ويغترقه. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. 19/64. ذكر أول المحرمات وذكر بعده إلا ما قد سلف. وقلنا إن صورة الاستثناء معناها عطف بواو ولا ولا ما قد سلف، ثم ذكر سبعا من محارم النسب وأتبعها بست من ذوات السبب، ثم ذكر إلا ما قد سلف. فهل هذا الاستثناء أو صورته راجع إلى كل ما ذكر أو إلى الأخير فقط؟ مسألة قد يأتي النظر فيها بفائدة، وقد ينبني كل من الاحتمالين على أساس أدبي علمي يتفرع على كل فوائد فقهية. والقرآن بعد أن أتى ببيان محيط بين يترك بعده مجالا للعقل يتفكر فيه ويتدبر، يكون له من الله نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وقد بيّنت السنة أن الأختين في آية الجمع بمعنى القرابة، فكل قريبتين إذا فرضت أيهما ذكرا لم تحل له الأخرى يحرم جمعهما عقدا ودخولا، وإحاطة الكلام تتسع باتساع معناه. ثم ذكر القرآن الكريم 15 من المحرمات فقال والمحصنات من النساء. والمحصنة كل امرأة حرة عفيفة لم تدخل بعد تحت حيطة نكاحك، وهذه المرأة الحرة العفيفة وحدها هي التي حرام عليك، محرمة لك، محترمة، من حيث أنها حرة مطلقة لم تدخل بعد في حيطة نكاحك. وإذا دخلت حلت لك تكون زوجك، تسكن إليها، تعيش أنت وتعيش هي في جنة الزيجة، أسكن أنت وزوجك الجنة. ولذا ذكرها القرآن الكريم وحدها في أول الآية، وذكر بعدها بلا فاصلة جملة الاستثناء فقال إلا ما ملكت أيمانكم، أي إلا إذا ملكت أيمانكم عصمتها بعقود وشهود ومهور. كتاب الله عليكم، كتب الله عليكم كل ذلك كتابا لصلاحكم وصلاح بيوتكم وصلاح مجتمعكم.
أن تملك عصمة امرأة حرة عفيفة بعقد وشهود ومهور. ثم بعد ذكر المحرمات الخمسة عشرة وبعد بيان الاستثناء في الأخيرة بدأ يذكر النكاح ويذكر ما أحل الله لنا من النساء فقال: وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل الله لكم ما وراء ذلك المذكور من المحرمات، وأحل لكم أن تبتغوا بأموالكم. والابتغاء بالمال بعد قول الله جل جلاله: إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، هو النكاح الذي ينبني عليه حياة الزوجين وحياة العائلة وسعادة البيت. والنكاح أقدم عقودا عقده الله بين آدم وزوجه، إذ قال له: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يترتب عليه نعيم الحياة وسعة الرزق، وكلا منها رغدا حيث شئتما. وما عقده الله عقد حياة يكون عقدا مطلقا غير محدود، يتخطى حدود الدنيا إلى حياة الآخرة، لا ينقطع إلا بالموت، أي ولا بالموت. وإذ نظر الفقيه الحصيف إلى عقد النكاح يراه عقد معاهدة حيوية تأخذ المرأة ميثاقها الغليظة من زوجها. وإن وجدنا أو ادعينا في عقد النكاح معنى المعاوضة، فأصل المعاوضة في النكاح بين الزوجين، فلذلك لا ينعقد عقد النكاح إلا بذكرهما في الإيجاب والقبول، وإلا بحضورهما في المجلس وتسلم كل الآخر. والمال من طرف المرء ليس بعوض أصلا أبدا، لكنه زائد وجب عليه لها على سبيل الكرامة، مثل النفقة يجب لها قياما لها لاشتغالها بوظائفها من كل عمل ولاحتباسها في صلاحه وضروراته. والنكاح ينعقد إذا انعقد موجبا للرجل هذا الملك على المرأة، ولا ينعقد إلا بشرط التعويض، تارة يعجل وتارة يتأخر إلى التأكد بالدخول أو الفرض بالتراضي أو بالقضاء. أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا ملك النكاح على النساء بالمال. ينعقد النكاح موجبا للمال، ويجب المال بنفس العقد. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم 33/50. والطلاق قبل الدخول مسقط، لأنه رفع للعقد من الأصل، وسقوط البدل عند وجود المسقط لا يكون دليلا على عدم الوجوب بنفس العقد. والمسمى في نفس العقد وما فرض بعد العقد يجب بنفس العقد، ثم يتنصف بالطلاق قبل الدخول، لأن مهر أمثالها قد حفظ لها بانطلاقها قبل المس، وبقي لها النصف وجوبا أو كل المسمى لقول الله: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ولا تنسوا الفضل بينكم 2/237. إن عفت المرأة يسقط الكل، أو عفى الزوج وتفضل فيثبت لها الكل، محصنين غير مسافحين. والإحصان بأمور: 1 بعفاف، 2 بنكاح، 3 بإسلام، 4 بحرية. لا يثبت الإحصان بملك اليمين، وإنما يثبت بالنكاح المطلق، وكمال الإحصان لا يكون إلا بقضاء الوطر في النكاح الدائم بين المستويين في الكمال وشرف الحال. فلا يحصن المؤمن إلا المؤمنة الحرة، لا الأمة ولا الكتابية. وأركان الإحصان تختلف باختلاف الأحكام، والإحصان في حد القاذف أن يكون المقذوف حرا مسلما عفيفا بالغا عاقلا. والإحصان في إيجاب الرجم يشتمل على الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والنكاح الصحيح والدخول، وهما على كل هذه الصفات، فإن لم يوجد واحد منها لم يكن عليه الرجم. أما السفاح فخلاف العفاف وخلاف النكاح، وهو الزنا في عبارة كتب الفقه أو ما يقاربه ويؤدي إليه. وأصل المادة هو السفح، يقاربه في المعنى السفك، السفح في دم الحيوان الحلال، والسفك في دم الإنسان المعصوم، والسفاح في ماء الحياة إذا صرف في غير الحرث. والقرآن الكريم يكرم الإنسان غاية التكريم ونهاية الكرامة، تكريما لم يكن أدبه أهلا له، ولم يستأهله يوما تمدنه. فكل ما يذكر فعل الوصال يكنى عنه بابتغاء ما كتب الله وابتغاء فضل الله والإتيان من حيث أمركم الله محصنا فيه شرفه، غير مسرفا بصرفه في غير حرثه. محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. 2 على 223. فصرف ماء الحياة على غير ما في هذه الآيات هو السفاح في وضع اللسان وفي أدب القرآن في عقد كان أو غيره. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أي جملة يمكن أن تكون أبلغ إفادة وأعلى جزالة وألذ وأشهى في الآذان تردادا وأوقع على شغاف القلوب تهويلا وأحق عند العقول قبولا إذا تلي القرآن حق تلاوته من هذه الآية الكريمة بعد قول الله جل جلاله: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وأي كلمة يمكن أن تكون أضيع من هذه الآية الكريمة بعد هذه الأحوال الثلاث لو قلنا إن متعة الشيعة شعار أهل البيت بيت النبوة، أو قلنا إن متعة الشيعة شارة أئمة الدين، أو قلنا إن جبريل لحق النبي بعدما تركه فوق عرش الله اهتماما بالتمتع حتى أوصاه وأوصى أمته بالتمتع، أو قلنا إن الله قبل أن يتم بيان حكم أخذ في بيانه ترك الكلام أبتر وعجل ليرضي شيعة علي كما عجل موسى ليرضي ربه، فأخذ في بيان متعة الشيعة خوفا من ضياع كف بر وحفنة شعير. ومن يمكن أن يكون أكفر بالإيمان في آية حل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من عاد يترك المحصنة ويتمتع دفعة أو دفعات بالتي تتجر ببدنها تؤجره بكف من بر أو حفنة من شعير؟ وأي عمل في مسألة حل المحصنات يمكن أن يكون حابطا وهو في الآخرة خاسرا سوى سفح ماء الحياة في غير حرثه وفي غير ابتغاء ما كتب الله له؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأضر ضلال غشي أو يغشى قلب مسلم هو زعمه أن كل آية فيها ذكر الكفر أو ذكر الاستهزاء بآيات الله نزلت في غيره فقط، يزعم أن حكم الآية لا يتناوله. ومن يكون أكفر أو أهزأ إلا من يؤمن بالله وكتابه ثم يتركه وينبذه وراء ظهره أو يضعه تحت قدميه يدوسه. نادت على الدين في الآفاق طائفة: يا قوم من يشتري دينا بديناري. جنت كبائر آثام وقد زعمت أن الصغائر تجني الخلد في النار. وهذه بلية قد عمت وعمت وأعمت سلكتها في قلوبنا كتب الكلام. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. تقدم قول الله أن تبتغوا بأموالكم، وقلنا إن المال الذي يكون بدل كرامة لملك العصمة يجب لها بنفس العقد وإن كان العقد ينعقد بلا تسمية المال، وما وجب بنفس العقد يمكن أن يكون معجلا ويمكن أن يكون مؤجلا. وإذا استوجب الرجل حقه ففيما يجب بالاستيفاء معنى حق الشرع لا يسقط. فلبيان تمام العقد ولبيان تقرر أثره قال القرآن: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. به أي بهذا النكاح الذي تقدم بيانه بعد ذكر المحرمات في قولنا: إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والنكاح الذي بينه الله جل جلاله في هذه الجملة الجميلة الجزيلة هو النكاح الذي ينبني عليه بناء البيت ونظام العائلة وصلاح المجتمع، هو النكاح الدائم الذي يترتب عليه حقوق الزوجين ويجب عليهما كل وظائف العقد الذي من عقد إلا لابتغاء فضل الله وابتغاء ما كتب الله لكل من الزوجين وعلى كل من الطرفين. منهن أي من الأزواج التي ملكت أيمانكم تمام عصمتهن، ودخلنا دخول استقرار في حيطة نكاحكم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا عقدته بأيديكم. هذا معنى هذه الجملة الكريمة، والجملة نص فيه يدل عليه كل كلمة وكل حرف منها، وسياق الكلام ومقام البيان لا يحتمل أبعد احتمال غيره. ولو كان هذه الجملة لبيان متعة الشيعة لاختل نظام هذه الآيات الثلاث،
ولبقي الكلام الأول في أصل النكاح أبتر، ولبطل التفريع بالفاء، ولكان العقد وهو الأصل في المتعة غير مذكورا في الكتاب، فإن الاستمتاع وإيتاء الأجر لا يكون إلا بعد العقد، ولا ذكر له في هذه الجملة، ولكان اختلاف الضميرين في به ومنهن لغوا ولغطا في الكلام من غير وجه يناسب البلاغة ويوافق الإعجاز، ولكان قول الله جل جلاله الجميل الجليل الجزيل ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة حشوا ولغوا حاشاه من الكلام، اشتغالا بأمر تافه حقير بعد الإعراض عن الكلام في بيان أمر هو أهم ما ينبني عليه حياة الإنسان. هذا لا يكون إلا من باقل، ولا من باقل يبسط كفيه ويفتح فكيه يخرج لسانه ليقول بكف من بر أو بحفنة من شعير. ثم قول الله جل جلاله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، جملة في اصطلاح أهل الأدب شرطية، والشرطية إذا كان جزاؤها جملة إنشائية يقع حكمها في جملة الجزاء ويكون جزاؤها عمدة الكلام، والشرط يكون قيدا للحكم ظرف زمان أو ظرف مكان في التقادير والأوضاع. هذا هو دأب أهل اللسان وأدب علماء البيان، لا يأتي بخلافه أجهل جاهليا في بادية العرب. فلو كانت هذه الجملة جملة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة في حل متعة الشيعة لكان حق الكلام أن يكون فما آتيتموهن أجورهن فاستمتعوا منهن. وإذا أراد قائل أن يفيد حل المتعة فقال إن تمتعت بها فأعطي أجرها، لكان هذا القول قول جاهل أعجمي لا يفهم ما يقول، كان عليه أن يقول إن أعطيت أجرها فتمتع بها. هذه مسألة نحوية ابتدائية أكتبها وأنا خجل، كيف أمكن أن شيخا جليلا احتكر الأدب سمة للترفض واحتكر البلاغة ميزة للتشيع، يقول إن فآتوهن أجورهن فريضة نزل في حل متعة الشيعة. كل يعلم ويرى أن الخليعة العاهرة الفاحشة يبذل ماله بغيا في فحشه المنكر، وأن امرأة مسكينة قد تضطر إلى أن تبذل شرفها وعفافها وبدنها في نوال ثمن سحت بخس دراهم معدودة. وكيف يقول شيخ شريعة الشيعة إن أهدى الشرائع حكمة وأعدل الشرائع حكما وأحسن الشرائع نظاما يجاري العاهر الفاحش في فحشه المنكر، ويقول إذا فجرت فأعطي أجر فحشك، ويدعو المسكينة المضطرة إلى أن تتجر بعفافها مقابل كف من بر أو مقابل ثمن سحت بخس دراهم مخزية. وهل يأتي حكيم بمثل هذا الكلام أثناء بيانه أقدس العقود الاجتماعية إذ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. 4/26 من هم الذين يتبعون الشهوات ويريدون أن نميل ميلا عظيما؟ هل هم إلا الذين يستحلون التمتع بكف من بر ثم يقولون من لم يقل بكرتنا ويستحل متعتنا فليس منا؟ ثم لو كان فما استمتعتم به منهن في حل المتعة بكف من بر فكيف يكون قوله بعد هذه الآية الكريمة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم؟ وهل يتصور عاقل أن يكون الإنسان عاجزا من كف بر ثم يشتري ويملك يمينه جارية؟ ثم هل يمكن أن يكون متكلم أعجمي يعرف شيئا من البيان يقطع كلامه قبل إتمامه ويطفر طفرة عصفور ويأذن أن يسفد سفاد عصفور مقابل كف من بر ويطيل الكلام في أجر السفاد ثم يقول ومن لم يستطع منكم طولا؟ هل يكون مثل هذا الكلام كلام عاقل كلاما له شأن؟ ومجرد نزول هذه الآية بعد قوله فما استمتعتم يكفي في تحريم المتعة، فإن الآية نقلت من لا يستطيع أن ينكح المحصنة إلى ملك اليمين ولم يذكر له ما هو عليه أقدر من ملك اليمين، فلو كان التمتع بكف من بر جائزا لذكره، ولم تذكر في شأن الاستطاعة إلا النكاح،
فلو حل تمتع بأجر معلوم مسمى لكان بيان القرآن قاصرا حاشاه، والذي يبين غافلا حاشاه نسي حكما ذكره قبل جملتين. ثم إن كان جملة فما استمتعتم به منهن في حل المتعة، وهذا القول في إحلال المتعة به لا يقوله إلا باقل أو أعجمي جاهل، فأين كان الله الذي لا ينسى ولم يكن نسيا، وأين كان قوله الذي منه بدا وإليه يعود؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هل نسيه حاشاه، وما كان ربك نسيا أو نسخه. وجملة شرطية نزلت تفريعا في تفصيل آيات النكاح الذي هو أقدم العقود وأقدس العقود، هل تنسخ آية فيها تأكيد حرمة النكاح وتقديسه بإيجاب الانتظار إلى إغناء الله؟ وهل يتصور مجتهد له مكانة أن يكون قيد في الكلام الذي سيق فرعا لبيان حكم ينسخ الآية التامة التي لم تنزل إلا لتأكيد هذا الحكم؟ وليس بيد الشيعة في حل المتعة دلالة أو آية من كتاب الله إلا قول الله، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وهذه الجملة الجميلة على تفسير الشيعة ليس فيها إلا تحقق الاستمتاع ووجوب الإيتاء، لا يوجد فيها ما يدل على وقوع العقد من الطرفين، بل لا يوجد فيها ما يدل على رضا المرأة، فأي فرق بين متعة الشيعة وبين زنا برضا كان أو بالقهر؟ إذ لا حد لأقل المدة ولا حد لأقل الأجر، وإن كان فرق فعلى فائدة حل الزنا، إذ قد يكون زنا لا يكون فيه اتجار يهين المرأة، والزنا أقرب إلى الحل من متعة يتاجر بها الشرع، ومن متعة تجعل شعارا لبيت نبوته ونبيها أبو أمته وأزواجه أمهات بناتها. ولا تنكر الشيعة أن النكاح جده جد وهزله مثل جده جد، وما يكون هزله جدا إذا انعقد لا ينعقد إلا لزاما أقوى من عقد البيع يوجب ملكا لا يرتفع إلا بالموت أو بالطلاق، وانقطاع المتعة بدون طلاق لم يكن إلا من عدم الانعقاد. فمتعة الشيعة زنا وزيادة استحلال وعقيدة باطلة بدعوى التقرب بها إلى الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وبه ثبت من المتعة مسائل: 1- المتعة كانت في الجاهلية، بقيت في صدر الإسلام بقاء العوائد القديمة التي لا تستأصل إلا بزمن، كانت أمرا تاريخيا ولم تكن بإباحة من الشرع أصلا، مثل سائر المحرمات التي نزلت فيها إلا ما قد سلف، وقد نزلت في أشد المحرمات. 2- يمكن أن البعض كان يرتكبها في صدر الإسلام جريا على العادة مستحلا أو جاهلا على استصحاب الحال ودوام العادة، ولم تكن بإذن من الشرع، والسيدة أسماء كريمة الصديق قدمنا حديثها في الصفحة 131. 3- نسخت المتعة وحرمت تحريم أبد كما نسخ كثير من عوائد الجاهلية، ولم يكن نسخ المتعة من باب نسخ حكم ثبت بنص الشارع، بل من باب تحريم أمر جاهلي فيه مفسدة أدبية واجتماعية وفيه امتهان للمرأة وإهانة. نسخت المتعة بسنن مستفيضة ونودي بتحريمها مرات عديدة، ونسخت بكل آية نزلت في النكاح. 4- لم ينزل في المتعة آية، ومن زعم أن قوله فما استمتعتم به منهن نزل في متعة الشيعة فقد وهم وهما نشأ من جهله اللغة ومن جهله أدب البيان دعاه إليه هواه. وكتب الشيعة ترفع إلى الباقر والصادق أن فما استمتعتم به منهن نزل في المتعة، وأحسن الاحتمالين أن السند موضوع، وإلا فالباقر والصادق جاهل. روى الوافي أن أبا حنيفة سأل الصادق عن المتعة فقال: عن أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء، أحق هي؟ فقال الصادق: سبحان الله، أما تقرأ كتاب الله؟ فما استمتعتم به منهن. فقال أبو حنيفة: والله فكأنها آية لم أقرأها قط. هذه الحكاية كاذبة من غير شك، لم يضعها إلا أدعياء الشيعة، ونحن قبل أن نجل إمام الأمة أفقه الأئمة أبا حنيفة رضي الله عنه ورضي عنه، نجل إجلالا إمام أهل البيت الصادق عليه السلام من أن يقول قولا لا يقوله إلا مدع جاهل، وأن يفتري على كتاب الله فرية غافل.
وأغرة الأدب، وإن كانت لا تزال ترمي أهل الفقه بجهل اللغة فهي كلمة كبرت تخرج من الأفواه لا يحيها إلا شيطان الغرور. وأئمة الفقه هم أفقه وأحفظ وهم أعلم بلسان الكتاب ولسان السنة. وإذا جاز جهل شيء من الكتاب والغفلة عنه لكل أحد، فحظ أهل الأدب من الجهل به والغفلة عنه أوفر من حظ أهل الفقه، وقد ثبت عندنا ذلك بشواهد عديدة. والنقد قد نقم من كل إمام أدب صغيرة وكبيرة انحرفت به عن جادة أدبه، ولم يؤخذ على فقيه شيء من مثل ذلك في لسان الكتاب ولسان السنة، لأن الفقيه أفقه وأحفظ وأحوط. 5. لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لأحد أن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن نزل في متعة النساء، وقد أجمعت الأمة على تحريم المتعة، ولم يقل أحد أن قول الله فما استمتعتم به منهن قد نسخ. 6. نعم، قد روي في الشواذ زيادة إلى أجل مسمى، ولا ريب أن هذه الزيادة لم تكن إلا على سبيل البيان وتفسير المعنى من كاتب المصحف أو من صاحب المصحف، وما يراه صحابي أو تابعي ليس بحجة على أحد، ولم تكن قرآنا يتلى أصلا، لأن من نسبت إليه هذه الزيادة قراءته في الأسانيد المتواترة وفي كل المصاحف محفوظة بغير هذه الزيادة. والتمتع في القرآن الكريم ورد محدودا متناهيا، أما الاستمتاع فقد تقدم أنه في القرآن الكريم لم يجيء محدودا إلا بحدود حياة الدنيا، وإلا بأجل أجله الله. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. والشيعة تعتقد عقيدة جازمة أن المتعة لا تنعقد عقدا إلا بأجل مسمى وإلا بأجر مسمى، وإن لم يسمى أجل ينعقد عقد دوام، فتسمية الأجل شرط لا رخصة فيه، فسقوط إلى أجل مسمى من التلاوة ومن المصاحف يهدم تمام الهدم مذهب الشيعة في متعة النساء، لأن ارتفاع شيئا بعدما ثبت يجتث كل آثاره وكل جذوره، فلو جاز العقد إلى أجل لما سقط إلى أجل مسمى من التلاوة ومن المصاحف بعد ثبوته مرة. ثم الأجل في متعة الشيعة أجل العقد، والزيادة الشاذة لو ثبتت لا تكون إلا من أجل الاستمتاع، والبون بين الأجلين أطول من بعد المشرقين لا يصل بينهما واصل، فعقد المتعة إذا انعقد ينعقد لا إلى أجل رغما لهوى متمتع يتمتع إرغاما لعمر، لأن القراءة الشاذة ردت الأجل إلى الاستمتاع لا إلى العقد، والعقد الذي هزله جد إذا انعقد ينعقد عقد ثبات ودوام. 7. تتفلسف كتب الشيعة تروي عن هشام ابن الحكم أن الله أحل الفروج للرجال على حسب القدرة، أحل 4 لمن اقتدر على مهورها وعلى إمساكها ونفقاتها، ولمن دونه في الغنى وفي القدرة أحل 3 أو 2 أو 1، ومن ليس له قدرة على مهر حرة ونفقتها فمما ملكت يمينه، ومن ليس له قدرة لا على حرة ولا على إمساك مملوكة فله المتعة بأيسر ما يقدر عليه من مهر بلا لزوم إمساك ولا نفقة، يغني الله كل واحد من الفجور بما أعطاه الله من القوة. هذه فلسفة بديعة لو قيلت في غير شرع القرآن الكريم لكانت صنيعة جيدة اجتماعية، أما في شرع القرآن الكريم فهي فلسفة مزخرفة محرفة تحرف القرآن الكريم مثل سائر تأويلات الشيعة وتنزيلاتها، فإن القرآن الكريم في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ذكر النكاح المطلق الذي ينبني عليه نظام البيت والعائلة ونظام المجتمع، والذي يترتب عليه حقوق الطرفين والوظائف، ثم فرع عليه شرطية الاستمتاع بالنكاح المذكور من الأزواج فقط، ثم قال من غير فاصل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.
فالاستمتاع المذكور بين هاتين الآيتين لا يمكن أن يكون متعة الشيعة على حسب هذه الفلسفة إلا إذا اختل نظم الآية وبطل ترتيب البيان في القرآن الكريم حاشاه، وليس للاستمتاع ذكر بعد هذه الآية. وهذه الفلسفة توجب أحد الأمرين: واحد، إما يختل نظم الآية ويبطل ترتيب البيان في القرآن الكريم. اثنان، وإما يكون تفلسف الشيعة هباء منبثا ومتعة الشيعة جفاء مشتثا. ومن لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات فالقرآن الكريم قد نقله من نكاح إلى نكاح حيث يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن، ثم لم يذكر في آية من الآيات حديث المتعة، وهي استيجار باتفاق كتب الشيعة لا وقت لها ولا عدد، إنما هي المستأجرة لصاحب الأربع أن يتمتع بسبعين وبألف، ولو كان التمتع نكاحا لما كان لصاحب الأربع أن يتمتع. ونقل القرآن من نكاح إلى نكاح فقط إبطال للاستيجار، واتفاق كتب الشيعة على أن لصاحب الأربع أن يتمتع بسبعين وبألف اتفاق على أن المتعة استيجار، وإلا لبطل قول الله جل جلاله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فاتفقت كتب الشيعة على بطلان متعة الشيعة بآيات القرآن الكريم وهم لا يشعرون. ولو كانت متعة الشيعة حلالا لكان قول الله جل جلاله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، مهملا لا معنى له، عبثا باطلا حاشاه، ليس له في الوجود صورة. وأي معنى لقوله لا يجدون نكاحا لو حل تمتع بكف من بر؟ وأي معنى لقوله حتى يغنيهم لو حل تمتع بكف أو بدرهم؟ وأي حاجة إلى الاستعفاف لو حل متعة الشيعة بوجه من الوجوه؟ بل لو كانت متعة الشيعة حلالا في شرع القرآن الكريم لكان الله جل جلاله بقوله وليستعفف قد غفل حاشاه عن شرع القرآن الكريم، لأن وجوب الاستعفاف عند العجز عن النكاح يناقض حل التمتع. بين وجوب الاستعفاف وبين حل الاستمتاع مناقضة منطقية ومراقبة عروضية. 8. والله الذي لا يضل ولا ينسى وهو نور السماوات والأرض ذكر في سورة النور قبل آية الاستعفاف، وهي أوجز آية لتدابير دفع المشاكل الاجتماعية أدبية كانت أو اقتصادية، آية: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، الآية 32. أوجبت هذه الآية الكريمة الجزيلة الجليلة بجلال قائلها وجمال نظمها على أهل الخطاب وهم كل الأمة: إنكاح الأيم صالحة كانت للعمل أو لا، وإنكاح أهل الصلاح من العباد والإماء إن يكونوا فقراء. ثم جزم جواب الأمر جزما غير معلق بشرط فقال: يغنهم الله من فضله والله سميع عليم، على حد قوله في سورة التوبة الآية 28: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. علق الوعد في آية التوبة على المشيئة ثم المشيئة على الحكمة، وأطلق الوعد في آية النور عن كل شرط وتعليق ثم قارنه بالسعة والله واسع عليم. والله جل جلاله في هذه الآية الجامعة أرشد كل فقير في أشد ضروراته إلى النكاح فقط، وأوجب على الأمة الإنكاح ومساعدة الفقراء في شؤون النكاح، ثم أوجب على نفسه إغناء الفقير من فضله وسعته الإلهية في دوام العقد والزيجة. ولو جاز في حال من الأحوال وضرورة من الضرورات تمتع الشيعة لم تبقى لهذه الآية شأن، ولم يكن لإيجاب المساعدة على أهل الخطاب وجه، ولما كان لذكر آية الاستعفاف بعد هذه الآية العجيبة من مناسبة إعجازية أو مناسبة أدبية. خزم بخمس وجزم من باب التنازع أقدمها لكتب الأدب شاهدين عدلين ثانيهما حجة قاطعة وأولاهما زيادة نافعة. 9. ذكرت قول الله جل جلاله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وقلت إن المحصنة كل حرة عفيفة لم تدخل تحت نكاحك توازي الحرة العفيفة التي دخلت تحت نكاح أبيك في الحرمة على حسب ترتيب القرآن الكريم.
قلت ذلك ولم أكن في ذلك ذاهلا، قد غفل عن قول قاله من تقدم من الصحابة ومن أئمة الفقه، فقد روي عن الصحابة أنهم قالوا: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا رسول الله فأنزل الله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وقد قال أهل الفقه: إن المحصنات اللاتي لهن أزواج إذا صارت سبايا صارت فيئا حلالا لسيدها وبانت من أزواجها ولم تبق لهم عليهن عدة، فإن السباء يستأصل النكاح بجذوره. ذلك رواية الصحابة، وهذا قول أئمة الفقه، والآية الكريمة أعم من هذين القولين وأوسع بكثير. ورواية الصحابة وقول أئمة الفقه فرد من بلايين مما تشمله سعة الآية. والحرة العفيفة ذات زوج كانت أو لا هي محصنة بحريتها وعفافها ودينها، وملك اليمين قد يتعلق بعصمتها. والمحصنة ذات الزوج فرد قليل من كثير ما ينطلق عليه اسم المحصنات من النساء، والملك الذي يتعلق برقاب النساء أحد من ملايين ما ينطلق عليه اسم ما ملكت أيمانكم. وإذا لم نرد أن نحجر واسع ما وسعه الله لنا، قلنا إن المحصنة كل حرة عفيفة لم تدخل في حيطة نكاحك بعد، وقلنا إن ما ملكت يمينك كل امرأة حرة عفيفة ملكت أنت عصمتها بعقد وشهود ومهور، أو ملكت رقبتها بملك. ولم أخالف رواية صحابيا، ولم أنكر قول إمام الفقه، وإنما توسعنا على قدر توسيع كتاب الله لنا، فقد اقتدينا بهدى سلفنا وقد اهتدينا بهدى كتابنا، قل إن هدى الله هو الهدى. وحيث إن شرع القرآن قد حرم الازدحام على النساء في العقد وفي حريمه، وحيث إن الإسلام يقر عقد كل دين ويحترم حقوق كل عقد يحترمه الدين، فلا يميل قلبي إلى أن أقول إن لا عدة على سبايا لهن أزواج، فإن السباء وإن قطع العقد قطعا وهدم النكاح هدم استيصال، إلا أن اشتغال الأرحام لا يزيله شيء إلا الوضع، والشرع لا ينكر حق الاشتغال، والاشتغال واقع. 10. روت أمهات كتب الشيعة بسند الأئمة عن نبي الأمة: تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شيئا أفواها وأنشفه أرحاما، كناية عن كمال قبولها ماء الحياة، وأحسن شيئا أخلاقا وأدر شيئا أخلافا وأفتح شيئا أرحاما، كناية عن بركة الدر والنسل. وهذه السنة قد جمعت مقاصد النكاح وبركات الزواج، ولا تكون في متعة الشيعة، والعجم ونساؤها والحكومة بمملكة الشيعة في عذاب بئيس وحرج ضيق شديد من متعة فقهاء الشيعة، ومن إحدى سيئات متعة الشيعة ما كنت أراها في بلادها من ابتذال المرأة في شوارع مدن العجم وقراها، ابتذالا لا يمكن أن يوجد أفحش منه ولا في نظام الشيوع المطلق. وكتبت في هذه لجماعة من مجتهدي العاصمة وقلت: هل لا يوجد على مثل هذه المهانة عندكم من غيرة؟ وهل لا يوجد لكم منها من تأثر؟ وما رأيت على وجه مجتهد عند ذلك إلا بشاشة وهشاشة بتبسم. إن كان استهان بي فقد استخف واستهان بدينه وأمته وأمهاته من قبل. وحكومات الأمم الإسلامية اليوم أرشد في شرف دينها وصلاح دنياها من فقهاء الأمة، فحكومة الدولة الإيرانية التي كانت قد أخذت مرات عديدة من قبل في إبطال متعة الفقهاء، نراها اليوم بفضل ملكها الأعظم قد نسخت المتعة نسخا قطعيا بتاتا. وشيخ الشريعة أكبر مجتهدي الشيعة اليوم في كتابه أصل الشيعة جعل نصف كتابه في مسائل المتعة ونفاق التقية، لم يزل يولول ولم يزل يتويل على من ينكر متعة الشيعة وعلى من يحرم تقية النفاق. وأعظم حكومة شيعية بفضل ملكها الأجل قد اهتدت إلى عقد معاهدة ومصادقة مع أقوى حكومة سنية تركية، وفقهاء الشيعة ما زالوا يلعنون العصر الأول، ولم تزل أمهات الكتب في المدارس تبذر بذور العداء في قلوب الأساتذة والطلبة.